أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول أحد المفسرين عند قوله تعالى في سورة يوسف: ذلكما مما علمني ربي، قال: إن علم تأويل الرؤى علم لدني خاص، فهل هذا القول صحيح؟ يكون من تعليم الله ويكون من الفراسة، والفراسة من تعليم الله أيضا، الفراسة من تعليم الله، هبة يهبها الله للعبد، ما في شك أنه من تعليم الله. نعم، لولا تعليم الله ما استطاع أن يعبر الرؤية، فالفراسة من تعليم الله. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول: ما هو بالتعليم الشرعي، إنما هو التعليم الفطري. نعم.